السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساكم بكل خير. اليوم موضوعنا يتعلق بالرصاص وتنظيف الرصاص واتساخ السبطانة، الأسباب وطرق التنظيف سواء للرصاص أو للسبطانة. نقول بسم الله ونبدأ على بركة الله إن شاء الله. طبعا تنظيف الرصاص، نقول مثلا هل كل الرصاص يحتاج إلى تنظيف؟ لاحظوا مثلا الرصاص هذا والله لي زمان ما فتحته، لكن واضح الرايش من بدري واضح. لاحظوا، هل احتاج الى تنظيف كل انواع الرصاص؟ هل كل الرصاص يحتاج الى تنظيف؟ الحقيقة بعض الرصاص يحتاج تنظيف وبعضه ما يحتاج تنظيف. التنظيف كلمة ممكن تؤخذ انه لابد يغسل بصابون وموية وكذا، ولكن هذا لا، خطأ. التنظيف يعتمد، احيانا نقدر احيانا نضطر الى استخدام بعض المواد للتنظيف، احيانا ما نحتاج شيء، فقط كل اللي نحتاجه مثل الفانيلة هذه او خام، نحط نكب عليها الرصاص ونحركه لين يروح الرايش او يخف اللوب اللي عليها الكثير، اللي هو مثل بعض دفعات الاتش ان، ونحركه ونرجعه في علبته. وبعضها لا، يكون الرصاص عليه طبقة فضية اللي هي ما هي من أصل الرصاص، هالطبقة هذه لحمايته من الأكسدة زي ما تشوفون، وهي بالحقيقة ما هي بلون الرصاص، هذه طبقة تحمي من الأكسدة، لكن مشكلتها أنها تسبب مشاكل بسرعة مع بعض السبطانات اللي يكون التشوك حقها ضيق زيادة عن اللزوم. لو نلاحظ هنا، ما ادري واضح، حاول شغل الفلاش، اشكل الفلاش ما راح يشتغل، دقيقه نشوف. لاحظوا الان يا اخوان، الله ما ادري واضحه ولا ما هي واضحه. لاحظوا، ايوه لاحظوا كيف فضي على اطراف التشوك. انا قاعد افر الان، لاحظوا كيف الخط هذا الخط هذا اللي هو بالتشوك، لما تترسب هنا بعض المواد اللي تكون هي بالأصل طبقة عازلة وطبقة تحمي من الأكسدة، هنا تصير مشكلة انه بسرعة يجي في فوهة السبطانة اللي عند التشوك، خصوصا التشوك الضيق. بعد تقريبا عدد معين من الرصاص تبدأ تختلف الدقة، وهذه هنا المشكلة. طيب كيف نعالج المشكلة هذه؟ وكيف احنا تكلمنا كيف نعالج المشكلة مثلا في بعض اصدارات الرصاص مثل الاتش ان اللي يجي فيها شحم زايد، شحم زايد اللي هو اللوب الزايد هذا اللي على شكل كريم، امره سهل، فقط نكبه على فوطة او خام نخففه ونرجعه، لان لوبه هذا ممتاز ونتركه. وكذلك النوك اوت وبعض انواع الرصاص اللي ما يكون عليها، ما يكون فيها، يعني من باب الاحتياط ننزلها ونرجعها مره ثانيه، واذا هي جافه نحط عليها بخه بسيطه من اللوب. لكن بنتكلم عن الرصاص اللي يكون طبقه فضيه في فوهه البندق مثل النيلسون لاند. للامانه انا سرقت هذا من المدام اللي هو الجف، وبتكلم عنها الان. واستخدمت الايسي دلكو، واستخدمت مواد اخرى، لي الان تقريبا يمكن 14 يوم جالس اجرب. الان بننزل الان الرصاص هذا ونشوفه مع بعض، تونا فاكينه، بنشوف الرايش اللي يطلع منه. قبل نشوف الرايش نبغاكم تشوفون كيف الرايش داخل في الفوهة. لاحظوا، شفتم كيف؟ يعني كذلك حتى بعد التنظيف نحتاج ان نطلع الرايش هذا من الفوهة. طيب بنحركه لاجي يتساقط الرايش. طبعا الرايش هذا اللي يحتقره يا اخوان او بياخذ من العلبة ويرمي على طول، اعتقد انه بيتعب وبيحكم على الرصاص ان الرصاص فاشل، وهذا غلط طبعا. لاحظوا كمية الرايش اللي طلعت ترى على شغل، يعني شغل استعجال بدون تنظيف.
طبعا هذه اول خطوه نسويها للرصاص دائما، اولا سواء الرصاص هذا او اي نوع اخر لابد ننظفه من الرايش. لاحظوا بنزل الكاميرا الان، لاحظوا كميه الرايش، شوفوا كيف. اول عمل نقوم فيه بالتنظيف هو تنظيفه من الرايش بالشكل هذا، وبعدين نستخدم، يفضل نستخدم القماش اللي يكون فيه خيوط فيها نتوء، لاجل وهي تتحرك الرصاص وهو يتحرك يطلع اللي في الفوهة هذا. لاحظوا طبعا الان، هذه اول خطوة نسويها. هذا الان مثلا النيلسون من افضل انواع الرصاص، لكن يحتاج الى تنظيف، بعض الدفعات تحتاج الى تنظيف ولا بعضها نظيف اصلا. طيب الان بنظف الخام وبرجعه وبناخذ رصاص ثاني نجربه. الان بعد ما نظفنا النيلسون نظفنا بنجرب الان الافكس هذا اللي هو رصاص 6.35، واضح الرايش من البداية. لاحظوا، نقول بسم الله، شوفوا كيف الرايش، شفتوا كيف هذا الافكس، لاحظوا كيف الفوهة مقفلة اصلا. شوفوا طبعا ما يفضل استخدام مواد ادوات يعني حادة لتنظيف الفوهة. لاحظوا هذه كيف، هذه مزكومة، هذه مقفلة مرة. طبعا الرصاص بالشكل هذا تختلف الدقة فيه بلا شك تختلف. طيب نحرك نشوف الآن وش الرايش اللي نزل منه. لاحظوا هذا طبعا الافكس، خلنا ننزل الكاميرا تشوفون على الطبيعة، شفتم كيف؟ اي رصاص يفضل اول ما تستخدم له نفس الطريقة اللي قمنا بها الان، اللي هي بالشكل التالي، ويكون بعد قماش فيه خيوط مثل الفوطة تسوي فيه كذا حتى يطلع كل الرايش، وبعدين نجي للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة التنظيف. هذا ال 26 وهذا ال 25 ما يحتاج ان ننظف. نروح للرصاص الاخر، نجي الآن مثلا للرصاص هذا اللي هو النوك آوت لمحبين المكبس هذا. ناخذه ونفكه، لاحظوا كأنه بادي عليها التأكسد، أعتقد هذا يحتاج لوب، بادي لونه يتحول للأسود. طيب ما علينا، نفكه ونسوي فيه مثل جماعته، ناخذ هذه ونشوف وش نزل من النوك اوت. ناخذ الكاميرا نقربها، شوفوا وش نزل من النوك اوت، قطعة كبيرة بعد، واعتقد هذه اللي تسبب شطحات كذلك فيه. هذا هو النوك اوت. النوك اوت طبعا يجي فيها احيانا شطحات وهو رصاص طيب جدا، لكن بوريكم طلقتين لفتت انتباهي تشوفونها. لاحظوا اليمنى هذه اللي باليمين مزكومة جدا، واللي باليسار واحد من مزكومة نص زكمة، بينما هو الافضل انه يكون بالشكل هذا. فاللي يبغى دقة متناهية يفرز الرصاص وينقي الرصاص اللي كويس، خصوصا مسابقات والتحديات. الان بنجي مثلا لل 30 جرين، هذا قديم عندي ولا صار له سنه بس بنشوفه. هذه اللي لابد انها تنظف زي ما تشوفون يا اخوان، هذا لوب زايد عن اللزوم. نشوف الرايش، نقول بسم الله،
هذا اللوب الزايد هذا يسوي مشكلة. لاحظوا بنقرب الكاميرا تشوفونه، لاحظوا اللوب هذا ما يصلح، هذا لابد ان ينظف مثل ما قلت لكم على الخام وبعدين يرجع. طيب نجي الان ننظفه بالطريقة التقليدية اللي بدينا فيها، مع ان الرصاص اذا كان عليه لوب زايد ما يطلع منه رايش لانه يكون ملتصق فيه، هذه بس ملاحظة. لاحظوا كما توقعت ما طلع رايش كثير بسبب انه يلتصق فيها. نشوفه قرب، لاحظوا الرايش اللي نزل، نزل قطع كبيرة كذلك من الرايش، لاحظوا القطع فعلا كبيرة، لكن بدأ الآن لاحظوا بدأ يتغير لونه لما حركناه على الخام. وهذا هو أفضل طريقة لتنظيف رصاص الـ HN، لا تشيل اللوب ولا تحط عليه لوب مثلا هذا، لا تحطه عليه لأنه راح يخرب الدقة عليك. اللوب يستخدم فقط للرصاص المتأكسد والرصاص اللي ما عليه لوب نهائيا. إذا صار لونه بالشكل هذا خلاص، هذا الـ HN 30 جرين. الآن نجي للـ 36 جرين، الدفعة الأخيرة اللي تواجدت فيها، الدفعة اللي قبلها اللي هي الفضية هذه اللي باللون الأسود. أرجع أكرر يا أخوان، أنا حطيت الخام هذا اللي هو فنيلة ملابس لأنها تكون واضحة الرايش عليها، ولا الأفضل بالتنظيف الأفضل استخدام الفوطة أو المنشفة زي ما نسميها اللي يكون فيها خيوط بارزة لأجل تدخل أثناء الحركة، تدخل في فوهة الطلقة وتنظفها. نفك الـ 36 نجرب، بسم الله نحركه. ما شاء الله تبارك الله، ما جاء فيه رايش كثير، ما جاء فيه رايش كثير. نشوف لاحظ ما في رايش كثير، لكن احيانا يكون في قطع زي هذه، لاحظوا هذه تكون احيانا بالفوهة ولا ملتصقة تنشب في الشوك، وكذلك تسبب شطحة غير طبيعية تخلي الواحد يكره الرصاص. طيب الآن انتهينا من موضوع الرايش وشفتوه أنتم على الطبيعة. طيب الآن بنيجي للمرحلة اللي بعدها اللي هي الرصاص هذا الفضي هذا، أو الرصاص اللي مثل بالشكل هذا لكن عليها طبقة ما نلاحظها وينشب في الشوك، يعني باختصار شديد بننظفه، بننظفه بمادتين. نعطيكم النتائج عليها، الأولى اللي سرقتها من المطبخ اللي هي الجف، والثانية اللي هي الإيسي دلكو. طبعا مواد كثيرة جدا بس أنا بتكلم عن تجربتي. طيب الآن نجي للمرحلة اللي هي مرحلة التنظيف بعد ما شفنا الرايش ونظفنا. التنظيف المبدئي اللي هو أن نشيل الرايش وننظف وننتقل للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة التنظيف في المادتين اللي ذكرت لكم. الجف هذا التعامل معه خطر، خطر على الرصاص طبعا. اولا هو يعتبر صنفرة، استخدامه اذا استخدمته ما تطول في استخدامه، يعني تحرك الرصاص حاجة بسيطة فقط وتطلعه بس، واذا طلعته تغسله بالماء والصابون غسل يعني دقيق، لان لو بقى منه حاجة على الرصاص ورميت فيه راح يسبب صنفرة للسبطانة من داخل. طبعا ما نستخدمه بالشكل هذا زي اول مرة انا استخدمته كذا ونيجي نحط الرصاص فيه بالشكل هذا، لا غلط، هذا يسبب تآكل للرصاص ممكن رصاصة 6.35 تصير رصاص 5.5 ولا 4.5، لذا نحط مثلا زي الكمية هذه وبصحن مقوى نصب عليها موية نحركها، أثناء التحريك ننزل الرصاص ونحرك شيء بسيط وبعدين نطلعه، إذا تركته شوي أصلاً المعجون ينزل للأسفل والماء يبقى للأعلى. إذن ما نستخدمه إلا بحذر، هذا بحذر، ولا يستخدم إلا على
الرصاص اللي يكون عليه طبقة تلتصق بالشوك. طبعا تقدر تعرف، ما اقدر اسمي رصاص كثير، لكن تقدر تعرف مثل ما بدينا في اول الفيديو شفتوا كيف ملتصق اللون الفضي في الشوك فوهة السبطانة. انا استخدمه فقط للرصاص هذا. طبعا بعد ما استخدمه يتحول لونه من الفضي هذا الى لون مائل للرمادي او الرصاصي. بوريكم الان بيكون بالشكل، بشكل لون رصاصي او رمادي او قريب مثلا من اللون هذا اللي هو اللون الاساسي. هذا الجف وطريقته، لا تحط المعجون بالشكل هذا وبعدين تحط الرصاص وتحركه، لا، هذا يسبب خشونة في الرصاص وغير مجدي، يخشن زيادة عن اللزوم. لكن حط موية وحركه مع الرصاص. هذا فيما يخص الجف. نجي الآن للجف. مثل ما ذكرنا لكم الجف طبعا يحتوي على كريستالات دقيقة زي ما تشوفون، هذه لابد أن نكون حذرين جدا في التعامل معها. ولاحظوا لما تحطها وتحط عليها موية، لاحظوا بالطرف هذه تنزل للأسفل، المعجون ينزل للأسفل. أولا مثل ما ذكرنا تقريبا في أول الفيديو، ما نحط المعجون لوحده، لازم نخففه بموية، وإذا خففناه بموية ما نجي نرمي الرصاص داخل ونبدأ نحركه، لأن بيصير فيه احتكاك قوي على قاع الإناء اللي نستخدمه. حلو الإناء صح؟ قصدي البتاع ده. فالآن لاحظوا طلع معي المعجون. الآن لازم نحركه، نحط المعجون أول شيء وبعدين نحط عليه موية ونبدأ نحركه حتى يصير مثل الحليب. قلبناها، ما هي موضوع بنادق، قلبناها كأن الآن في المطبخ نسوي لنا طبخة معينة. طيب نجي الآن ناخذ مثلا الرصاص هذا، باخذ نصفه الآن كذا الآن، بعدين أحطه بيدي بالشكل هذا. جميل. فيه نقطة مهمة قبل لا أغفل عنها، لازم نتأكد من المدة اللي نستخدمها لأجل لا يكون في فرق بين تنظيف وتنظيف، ونخلط الرصاص ويكون بعضها منظف زيادة عن اللزوم وبعضها لا، ثم يصير فيه اختلاف بين الرصاص. يعني الآن أنا بحرك الرصاص ما بين يدي اليمين والشمال، لازم أحفظ عدد المرات هذه لأجل أطبقها بالتساوي، لأجل يكون نفس التنظيف يعني متساوي بالرصاص كله. الآن بعد ما نظفت أبدأ آخذ من الموية بالشكل هذا وسط. طيب 1 2 3 4 5 إلى آخر، حتى أحفظ مثلا إلى، وأبدأ آخذ وأحفظ العدد اللي أنا أحرك فيها الرصاص لأجل لا يكون رصاص منظف زيادة عن اللزوم وخشن، ورصاص يكون أنعم منه ويصير فيه اختلاف. طبعا أنا هذا مجرد مثال، لكن الواحد يطبق عنده. وبالشكل هذا لما ننتهي نطلعه ونحطه في علبة ثانية، وبعدين نغسله بموية ونجففه. بعدها نجرب 10 رصاصات نحط عليها باليستول، لوب، ونرمي فيها ونشوف وش اللي صار. واللي صار أنا طبعا لاحظته حقيقة، يعني عطاني أداء جدا وقلت الفلايرات والشطحات اللي دائما تحصل، بالذات تجميع طلقتين بعدين 3 طلقات بعدين 4 زي كذا. وبوريكم تجربتين. الرصاص هذا طبعا لاحظوا الزيت كيف تحول لونه، ولاحظوا كيف السواد، لاحظتم كيف السواد اللي نزل؟ فقط اللهم اني فقط منقعه بس، شوفوا السواد كيف ينزل. هذا الايسي دلكو، واللون لون الزيت تحول الى اللون الاسود. هذا صار له يمكن 3 أيام و4 أيام. هذا جديد، هذا حاطه أمس فقط. لذا تشوفون كيف الزيت نظيف مقارنة بهذا. لاحظوا الزيت يعني نزل كل الترسبات الأسيد الكو. لاحظوا كيف هذا ما حركته، فقط اللهم أني خليته بس على الطرف
خليته قصدي حطيت عليها الزيت وتركته. لاحظوا، وهذا هو اللي تقريبا اللون اللي تشوفونه. لاحظوا الرصاص كيف تغير، بدأ يتغير لون الرصاص. لاحظوا كيف، شفتوا الأسود هذا؟ بدأ يتغير لون الرصاص، ينزل منها الطبقة اللي ذكرت لكم اللي هي الفضية، وهي طبقة طبعا عازلة تمنع التأكسد لكنها تسبب مشاكل أخرى. لاحظوا هذا لأن طلع كان بارز، هذا الجزء هذا كان بارز. دقيقة أوضح لكم، أنا تعمدت أني أتركه نصه في الـ في الـ في المادة الأسيديلكو ونصه برا، لذا لاحظوا الجزء العلوي هذا اللي معرض للهواء فقط، لاحظوا فضي، لازال فضي. أما الجزء الثاني لاحظوا بدأ يصير رصاصي، يعني تآكلت. هذا لاحظوا الآن بدأ يتغير اللون لما حركتها الآن. لاحظوا الزيت زي ما تشوفون، قبل شوي كان اللون نظيف. طبعا بعد ما ننتهي من التنظيف ونغسل الرصاص، لا تستخدم الرصاص مباشرة، لابد انك تجففه، لان احيانا يكون فيه في الفوهة موية وانت ما انتبهت لها، فراح تجيك فلايرات غير طبيعية. بعد الغسل يفضل انك تتركه في مكان مكشوف ويكون حار، تتركه 24 ساعة حتى يجف وتتأكد بعدين انه جف، وبعدين تبدأ تستخدمه، تحط عليه شوية لوب وتجربه قبل اللوب وتجربه بعد اللوب كذلك. الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.